والآن سنتطرق إلى طريقة من طرق التداول في البيتريكس وتخص عملة الـ XVG أو الفيرج، وهي عملة جيدة جدا للتداول. والطريقة سهلة جدا، وهي محاولة شراء العملة بثمن منخفض وبيعها بثمن مرتفع. مثلا ناخذ مثلا العملة نديرو الماكس، نزلو مثلا 90 ساتوشي، نديرو طلب الشراء. كما ترون الطلب ديالنا تسجل، ونتسناو حتى ننتظر حتى هذا الطلب يتفعل، يعني هذا الطلب يتفعل من البيتريكس، ونقوم ببيع العملة مثلا ب93 ولا 94 ولا 95 على حسب الطابلو ديال البيع. الطلب ديالي داز ب 90 ساتوشي. الآن سأحاول البيع مثلا بيعه ب 92 ساتوشي. 92 ساتوشي كونفيرمي، وننتظر حتى يتم بيع الاكس في جي ب 92 ساتوشي، ونعاود ونكرر المحاولة مرة أخرى. يعني أننا سنحاول الشراء مثلا ب 89 ساتوشي. كما تلاحظون أن هناك دعم كبير في 88 ساتوشي، القيمة ديال الدعم هو 15 أو 16 بيتكوين، وهذا يعزز الموقف ديالنا أننا سنشتري بهذا نشتري ب 89. ومن المفترض أن الثمن سيرتفع لأن هناك دعم قوي جدا للعملة في 15 البيتكوين، وهو ما نو هو اللي كنسميوه تقريبا خط الدعم، ولا الدعم ديال لا ريزيستانس باللغة الفرنسية، أو الدعم باللغة العربية. كيف مشوا هناك دعم 15 البيتكوين و21 بيتكوين في 87 و27 بيتكوين في 86، يعني لتحطيم هذا الحائط الدفاعي يجب الدخول تقريبا، ويجب محاولة شراء ما يقارب ولا بيع ما يقارب تقريبا 27 ولا 32 بيتكوين للوصول إلى 85 ساتوشي. هذا شيء محفز جدا كيف ما شفتوا. كما ترون أن الأوردر داز قريب تقريبا غير 1.71 91 ولا 1.90 بيتكوين، وتقريبا الأرباح غتكون تقريبا 32 ألف ساتوشي، يعني 30 ألف ساتوشي بتقريبا 2 دولار، يعني في كل عملية 2 دولار. إذا كررت العملية مثلا 10 مرات وكانت ناجحة غادي تكون عندك 20 دولار. وفي حالة ما إذا تم اختراق هاد الحائط الدفاعي وهبط الثمن، فهذيك هذيك الساعة ما كتخلي كتصبر حتى الثمن ارتفع وتعاود تاني المحاولة، ساشون علما أن فيرج هي عملة قائمة بذاتها ومن أقوى العملات الرقمية، وهي في مجال السيكوريتي ديال ولا تشفير المعاملات الإلكترونية، أنها عملة قوية جدا. نقطة الضعف هذه العملة هي لا كونتيتي سبلاي، ولا الكمية ديال الكمية المتداولة هي كبيرة جدا، مما يؤثر على هذه العملة. غير ذلك فإنها عملة جميلة جدا، ويمكن الاستثمار فيها وتخزينها للمدى البعيد. غادي نشوفوها في الكوان ماركت كاب. اكس في جي كونفيرج، تقريبا الطلب الذي وضعناه 92. لشفنا شفنا لي زور انطلقنا تقريبا ب 15221 فيرج، والآن عندنا 16235، يعني الربح ديالنا كان 1000 فيرج بالقيمة ديال 91000 ساتوشي. 91000 ساتوشي، وهذا الشيء تقريبا في ساعات قليلة جدا. يعني هذه الطريقة رغم أني تقريبا المبلغ المستثمر 100 دولار، يعني ماشي في انتظار باش يدوز هذا الاوردر،
خاصكم تعرفوا مجموعة من الأمور، كيف مشتوا أن العملة وقع لها واحد العملية ديال الارتفاع كبير جدا، ومن المنتظر أن العملة غادي تنخفض حتى توصل المستوى الحقيقي ديالها، ولا المستوى ديال لا ريزيستونس عفوا المقاومة، اللي هو 86 صادوش. ولكن أن العملة إلى شفنا التاريخ ديال تقريبا ديالها، نعم عرفت مجموعة من الارتفاعات اللي تفوق 100، هنا مثلا وصلت 116 في هذا الارتفاع، هنا وصلت تقريبا 107، يعني وتقدر مازال ترتفع. يعني وكأو انخفضت ل 87، شرينا في 90 وانخفضت ل 87، أنك تحتفظ بالعملة والمصير ديالها هو الارتفاع، والارتفاع بقوة إن شاء الله. كيف ما كنشوفو هناك حركة بيع كبيرة جدا، أنه تحطم تقريبا قرب يتحطم الحاجز ديال 89 ويدوزو الحاجز ديال 88، ولكن تقدر العملة ترتفع في أي لحظة، تكون واحد الحركة ديال الارتفاع هنايا، رغم أن لا لوجيك ديال المنطق أنه كتقول بأن العملة غادي تنخفض توصل حتى 86، لأن هنا فين كاين الدرجة ديال ولا لا ريزيستنس أو الدعم ديال العملة، كيف ما شفتو هنا تقريبا كتبقى الخط ديال العملة متواصل في 86 تقريبا 85، يعني لا لين دو سيبور ولا لا لين ديال خط الدعم ولا حائط الدعم هو تقريبا هنا في 86 ساتوشي. ولكن تقريبا انا بغيت ندير لكم هذا الفيديو باش تعرفوا الطريقة، لا تكنيك تقريبا، الطريقة ديال العمل، الطريقة كيفاش، وانتم تقدروا تعلموا بهذه الطريقة، وتقدروا في الأول ديروا مبالغ جد جد صغيرة حتى تتمكنوا من الطريقة وحتى تميتريزيو إن شاء الله في الختامين ديالها. في هذه الطريقة تقريبا خصك تعرف تقريبا فين كاين نقاط القوة ديال العملة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار تقريبا الماركت هيستوري اللي كيكونوا فيه الباي اند سيل، شوف تقريبا شكون اللي طاغي. مثلا هنا كيف ما تشوف حركة ديال البيع كبيرة جدا، سيل 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 باللون الأحمر، في حين أن الحركة ديال الشراء صغيرة. ولكن كاين بعد لي مثلا هاد الشخص هذا اللي خدا تقريبا واحد بيتكوين فاصلة 15، واخا كتبان لكم غير هاد ثلاثة النقاط، ولكن كيف ما شفتوا دابا قدام عينيكم هاي الحركة كبيرة جدا بالنسبة للبيع، يعني كاين واحد السيبور ديال البيع. وتقريبا غادي نشوفو واش الاوردر ديالنا داز ولا مازال باقي مداش، ولكن تقريبا قريب يدوز، نتسناو حتى يدوز. ولكن تشكيت بأن الحركة غتستمر ديال البيع، كتقدر من 92 ها هو تقريبا غادي يدوز، تقريبا من 92 تقدر تحولها ل 93 ولا 94 ولا 95، إذا كنت عرفت بأن هاد السيبور هذا ولا هاد الحركة ديال البيع غادي تستمر، كتقدر تانيولي، يعني تانيولي لوغدر ديالك وتحطو في 94 وتحطو في 95 وتسنى باش يكون الأرباح مضاعفة. ولكن نخلي أنا، لأن هاد القضية درتها غير الإخوان في القناة باش نوريهم هاد القضية هادي، باش نوريهم هاد الطريقة ديال التداول في البيتريكس بالطريقة ديال السبريد اللي هو تقريبا الفرق بين الحركة ديال البيع والحركة ديال الشراء. إلا جينا نشوفو مثلا كيف مشو دابا الأوردر ديالي تقريبا هو في الأول، إلا بغيت نبيع حاليا ب 91 أنا غادي يكون الريب ديالي تقريبا ما يقارب 15000 ولا 16000 ساتوشي. ها هو داز، فوالا كيف مشو، ها هو داز تقريبا كان الربح تقريبا 32000 ساتوشي. نتسناو باقي مداش كليا فاش كيقول البالك تقريبا باقا شي حاجة مدازتش، إن فوا يدوز ونعاودو تاني نفس العملية ديال نحطو 90 تقريبا 90 ساتوشي ولا 89 ساتوشي، ونبقاو نعاودو نفس العملية تقريبا باش تعرف لي مارشي السبريد فين كاين السبريد. يعني السبريد كيما قلت لكم هو الحركة ديال البيع، كيكون واحد الفرق بين الحركة بين الناس اللي كيشريو والناس اللي كيبيع، وقد ما كان داك السبريد كبير قد ما كان مزيان. هو هذا اللي كتشوف السبريد، وقلت لكم انا غندير لكم عليه حلقة سبريد. كيف ما شفتوا دابا هنا في الدوكوين السبريد كان كبير 5.3، يعني بين حركة البيع والشراء تقريبا الاوردر هنايا تقريبا كمل 5.3. كتحاولوا انتم تشوفوا اللي عندها السبريد مزيان، ولكن الفوليوم يكون كبير، لما كانش الفوليوم كبير يعني القضية كتكون صعيبة باش يكون التداول في التداول.
نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذه الحلقة، وكنعتذر بالنسبة للإخوان العرب اللي ما تيفهموش اللهجة الدارجة، كنحاول ندير الجهد ديالي باش نوصل لهم المعلومة. وما كرهناش تخليو لي كومونتير، ان شاء الله راه درت واحد الجروب تيليجرام باش نقدروا نتواصلوا به، الا كانت فكرة عجباتكم نقدر نزيدكم في الجروب تيليجرام باش نقدروا نتبادلوا المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنساوش تابوناو معنا فلاش اند. تبارك الله عليكم.